أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي أن جميع التحفظات التي تم إبداؤها بشأن ظروف الإيواء في بعض فنادق قسنطينة والتي خصصت لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين سيتم رفعها خلال الأسبوع الأول من سنة 2023 وأبرز الوزير أن الجزائر تتوفر على فضاءات إيواء في مستوى الأحداث الكبرى موضحا بأن تنقله إلى ولاية قسنطينة ياتي في اعقاب تعليمات الوزير الاول بشان الاطلاع على التحضيرات الجاريه تحسبا للحدث الافريقي من حيث الهياكل السياحيه